مساء الخير، يا رب يكون كل حد بيشوف الفيديو ده يكون مبسوط وسعيد في سنة 2020. طبعا الفيديو ده أنا مش طالعة أنتقد فيه كتاب وأقول رأيي فيه زي كل مرة، ولكن الفيديو خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 51 لعام 2020. طبعا كلنا عارفين أهمية الكتاب، وده طبعا شيء مفروغ منه وأنا مش هتكلم فيه كتير. كلنا بننتظر معرض الكتاب كل سنة، وكلنا بنتفق ان احنا هننزل اليوم ده من السنة في يوم 22 يناير لحد 4 فبراير عشان نختار الكتب او نتصور مع الكاتب اللي احنا بنحبه. فطبعا دي اهمية وحاجة احنا من وجه الاستمتاع او من وجه طبعا ان احنا بنروح بنقتنص الكتب اللي هي تفيدنا خلال السنة، ده شيء مفروغ منه. ولكن اللي انا طالعه اقوله او اللي انا حابه اقوله لمجموعه القراء ايه هو؟ مهم جدا وانت نازل السنه دي تكون محدد اهدافك من المعرض. في كل حاجه كمان لازم تحدد اهدافك ولازم تحط البلان اللي انت هتمشي عليها. هو الامر مش صعب قوي، بس الاصعب منه هو احترامك لعقليتك. يعني ما انا اصح، ما ينفعش ان انا اشتري اي كتاب لمجرد ان شكل الغلاف بتاعه حلو او عنوانه حلو، لان في كتب كتير او عنوان بلا محتوى. ايوه انا اقصد بالمعنى ده جدا، لان في كتب فعلا عنوان بلا محتوى، يعني مش بتلاقي فيه المعنى الحقيقي للحياة، المعنى الحقيقي لمعنى كلمة كتاب. فلازم وانت نازل تختار الكتاب اللي بيحترم عقليتك كقارئ وبيحترم عقليتك كإنسان، لأن في ناس كتير قوي من الكتاب بتتظلم لوجود كتاب بيحصل ليهم دعاية أو وكتابهم زي ما أنا قلت عنوان بلا محتوى. فلازم ما ننخدعش في حاجة زي كده. لازم تقدر الفلوس اللي أنت تعبان فيها وبتحوشها. يعني مثلا الطالب اللي قاعد من السنة اللي فاتت بيحوش من مصروفه عشان ينزل معرض الكتاب ويشتري، صح؟ او الموظف اللي قاعد شغال لان الحاجه الوحيده اللي بتساعده من السنه اللي جايه اللي هتساعده يعني هتكون ان هو شراء الكتب، فبيخصص جزء من مرتبه عشان يشتري كتاب. فلازم الناس دي وهي نازله تبقى عارفه ان انت ما ينفعش اي حاجه تخش عقلك، وما ينفعش اي حاجه انت ترضى بيها. لا، لازم تكون انتقائي، لازم تكون بتختار وبتحدد اهدافك في الكتاب اللي انت بتشتريه حتى لو بتستمتع بيه. ما ينفعش اي حاجة تكون مكتوبة لك كده، لا، لازم يبقى فيه جهد، لازم يكون فيه تعب في الكتاب اللي انت رايح تشتريه ده بالسعر المعين ب50 او ب100 او حتى ب35. لازم تكون انت مقدر عقلك كويس عشان غيرك يقدر. طبعا انا بتمنى ريكو رحله سعيده في معرض القاهره الدولي للكتاب. ان شاء الله سنه 2020 دي نقتنص فيها مجموعه من الكتب ذات قيمه واهميه. بتمنى ليكو ان شاء الله ان يكون الفيديو ده فاتكم. سلام.